الحمد لله في مسار سريع الآن، أخذ وقت طويل، وكثير من الأشياء أخذت وقت طويل، وأنا أسميها الفرص الضايعة. يعني حقيقة الجميع يعمل على قدم وساق، وما تم في هذه البلاد حقيقة من تطوير ومن إنجازات يعني تعتبر خيالية، يعني بعض الناس ما يصدقها. لذلك لا يمكن يقول الناس اليوم، أحد اليوم، أنه الناس لا يعملون في هذا البلد، أو أنه يعني هناك ليس هناك تطوير. من بنى هذه البلد ومن جمع شملها؟ الحمد لله قبل النفط جمعها المواطن الواثق بالله سبحانه وتعالى، الملتفين على بعضهم وأنفسهم وعلى دولتهم، والذين يؤمنون بهذه الدولة وهذا المكان ومستقبل هذا المكان. فلذلك هناك تكاتف من الجميع على استمرار، يعني من يؤمن هذه البلاد اليوم، ومن يحمي هذه البلاد اليوم، ومن يقوم بواجبات اليومية اللامنتهية هذا اليوم، ومن يعني يعمل اليوم يعني كل هذه التداخلات تمر على بلادنا. ونحن اليوم محور أيضا دولي، بلادنا مليئة بالزوار، ومليئة بالمستفيدين من اقتصادها، ومليئة بمن يخدمون فيها، وهذه بلد كبير ليس بلد صغير. فلذلك في نهاية الأمر لابد نعود حقيقة أننا نقدر دور هذا المواطن الذي بان هذه الدولة وأسس فيها الحمد لله الأمن والاطمئنان، والتف المواطنين على بعضهم البعض، وهم إن شاء الله كذلك مستمرين. وهذا هو المستقبل البلاد. مستقبل البلاد ليست أرقام، ولكن هي أسس وثوابت وقيم كونت هذه البلاد، وهي مستمرة في ذلك إن شاء الله.